خلينا يعني ما فيش كلام احلى من ده الحقيقه كابتن عادل طبعا، بس خليني بقى اسالك على الفتره اللي جايه وعلى بطوله كاس العالم للانديه، توقعاتك ليها ولمشاركه الاهلي في البطوله دي؟ احنا عارفين قد ايه البطوله كبيره وكل ابطال القارات هتكون موجوده طبعا، ويعني على راسهم بطل اوروبا بايرن ميونخ. شايف ازاي مشاركه النادي الاهلي؟ احنا شايفين خلاص قايمه دلوقتي، شايف انها كامله او كان النادي الاهلي محتاج لاعب تاني في اي مركز او تدعيم في اي مركز؟ شايف ازاي القوام دلوقتي للنادي الاهلي؟ والله اداره النادي الاهلي دايما عودتنا ان المدير الفني يطلب واداره النادي تستجيب لطلباته طبعا، لان دايما عندنا حته التخصص. اداره النادي شغلها الشاغل انها توفر الميزانيه للنادي وتوفر الاساليب اللي هي تخلي المدير الفني ينجح وما يبقاش فيه اي ضغوط عليه، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه طلبات وانا بفرض عليه حاجه. الراجل انا اعتقد ان هو من ضمن الطلبات بتاعته عايز حد على الاطراف وعايز صانع لعب، وانا وعايز راس حربه، فانا وكان عايز باك رايت. انا شايف ان الراجل محق جدا في طلباته لانه هو عارف قيمه النادي الاهلي وعايز يعمل حاجه في كاس العالم. يعني ممكن جدا لو هو راجل يعني من الناس اللي هم يعني عايش وخلاص وبياخد مرتب وخلاص، ما يهموش بقى انه رايح كاس عالم والنتيجه مش مشكله، ما انا بلعب بايرن ميونخ. لا، ده عنده هدف، ان عارف ان الجمهور مش هيقبل انه يروح تمثيل مشرف، لا ده عايز رايح عشان ياخد البطوله. وبالتالي انا شفت وسمعت ان الكابتن خطيب قعد معاه من يومين فعلا، وليه طلبات، والطلبات دي كابتن خطيب قال له الطلبات دي ان شاء الله هنوفرها لك. لما بيطلب مثلا عمار انه يرجع، وجهه نظر فنيه انا بوافقه عليها، انما هل اداريا ممكن؟ طبعا العلاقات بين الاتحاد وبين النادي الاهلي وبين شايف عمار يفيد النادي الاهلي ازاي لو موجود في صفوف الفريق؟ هو موسيماني اللي بيقود. فانا شايف ان عمار من الناس المقاتلين زي اكرم توفيق كده. شفنا اكرم توفيق لما يلعب باك رايت شفناه قد ايه مفيد. لما بيلعب هاف ديفندر هيبقى مفيد، ولو لعبتيه سيرد باك هيبقى مفيد لانه مقاتل.